نحو 37 سجناً ومعتقلاً، فيهم رسمياً 38 ألف رجل بينهم نساء وأطفال. إحصائيات منظمات حقوقية تؤكد وجود نحو 300 ألف معتقل. سجن أبو غريب غربي بغداد، سجن مطار بغداد الدولي، سجن مطار المثنى، سجن الكاظمية، سجن الجادرية، سجن التاج شمالي بغداد، سجن بوكا في البصرة، سجن الناصرية المركزي في ذي قار. العزل والحرمان، الضرب والتجويع، الإهانة والسب، التعرية والاعتداء الجنسي والاغتصاب، التبول على السجناء، الصاق بالصدمات الكهربائية على أجزاء حساسة في الجسم، التعرض لدرجات الحرارة والبرودة القصوى لفترات طويلة، التعليق من الأطراف، التنكيل وسوء المعاملة والتمييز الطائفي. أغلب المحتجزين اعتقلوا منذ سنوات دون إيضاح أسباب الاعتقال، ولم تتم محاكمتهم أو حتى توجيه تهم قضائية بحقهم. وهكذا تستمر الانتهاكات بحق المعتقلين في عراق اليوم.